كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع نوديك مونيتور السويدي عن تجسس الدبلوماسيين الأتراك في السفارات والقنصليات بعدة دول على منتقد الحكومة التركية وإردوغان. وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسيين الأتراك يتصيدون معارضي نظام إردوغان والموالين لحركة فتح الله جولن. وأضافت الوثائق أن هذا الأمر أثار ضجة حول العالم خاصة في أوروبا، حيث فتح المدعون السويسريون تحقيقا جنائيا وأصدروا مذكرة توقيف بحق 2 من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام إردوغان. ومعنا المزيد من المتابعة الأستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي. أهلا بك أستاذ أسامة. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ يعني هناك وثائق حصل عليها موقع نوديك مونيتور السويدي يفيد بتجسس الدبلوماسيين الأكراد في السفارات والقنصليات بعدة دول على منتقدي الحكومة التركية وإردوغان. هل من الممكن إذا ثبتت هذه الأدلة أن يضيف ذلك إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا؟ من المؤكد انه حالة ثبوت هذه الادلة وهذه الوثائق بالقطع ستكون هناك عقوبات جديدة على تركيا من قبل الاتحاد الاوروبي. هذا الامر بالمناسبة ليس جديدا، هو معروف عن سياسات الطاغية اردوغان، يقوم بمثل هذه الاجراءات منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016 لتصفية معارضي سواء في الداخل أو في الخارج. احنا شفنا يعني مسألة حقوق الإنسان في تركيا بعد هذا التاريخ حبلة بالمفاجآت والغرائب بالقطع، الاتحاد الأوروبي بالقطع سيزيد من معاناة تركيا بفرض المزيد من العقوبات إذا ثبت هذا الأمر. نعم، يعني بالفعل أستاذ أسامة المدعون السويسريون فتحوا تحقيق جنائي، أصدروا مذكرات توقيف لاثنين من مسؤولي السفارة التركية حاولوا خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام إردوغان. تمام، ده مؤكد، يعني هذا الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي لن يمر مرور الكرام. دول أوروبية طبعا وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا من النضج والديمقراطية والحريات، مبدأ الحريات نفسه مكتوب للجميع، أما مبدأ الحريات في تركيا فبنظرة سريعة جدا إليه تجد أنه مشفوع بكم من الخطايا الغريبة اللي أردوغان بيحاول السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة وعلى كل المستويات. هذا الأمر لا يرقى إلى النوع من أنواع التعامل مع الاتحاد الأوروبي. انظر كيف رفض الاتحاد الأوروبي أو علق مباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. هناك أسباب عديدة جدا جدا إلى أنه الاتحاد الأوروبي رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد. أحد هذه الأسباب الحريات، نعم، الوسائل القمعية التي تنتهجها أوروبا حاليا رغم ما بذلته من جهود منذ عام 2005 إلا أن الأمر تم تعليقه وتم توقيفه. الضغط على الحريات أحد الأسباب. نعم، طيب أستاذ أسامة، يعني دائما ما كانت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي علاقة ابتزاز من الجانب التركي، الآن تركيا علقت الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بإرجاع اللاجئين مرة أخرى إلى تركيا، يعني هي دائما ما تستخدم هذه الورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي. طيب بس خليني أوضح نقطة، أن تركيا لم تعلق، الاتحاد الأوروبي هو من جمد المفاوضات. لا أتحدث عن مفاوضات انضمام تركيا، أتحدث عن اتفاقية تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بتسليم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لتركيا للاجئين الذين يتدفقوا إليها نتيجة الصراع السوري. لا بالضبط زي ما حضرتك ذكرت، في وسيلة من الوسائل الابتزاز اللي اعتاد عليها نظام أردوغان للأسف في المرحلة الأخيرة، حتى
يصدر مشكلة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن دول الاتحاد الأوروبي اليوم استوعبت الدرس تماما وتعلم خفايا هذا الأمر ومحاولات أردوغان لابتزاز تركيا، وليس الأمر قاصر على تركيا وإنما أيضا ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة أن تركيا تقيم منطقة عازلة في شمال سوريا. نعم. بدعوة أن ده خاص بمحاربة إرهاب الأكراد من وجهة نظر تركيا طبعا. لكن أردوغان يفكر بأنه لديه اليوم ما يقرب من 4 ملايين من اللاجئين السوريين، يحاول إقامة هذه المنطقة العازلة وجر اللاجئين السوريين للإقامة فيها. وبالفعل يعني بدأت السلطات التركية في مضايقة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها. انتهى الوقت، ولكن شكرا على هذه المداخلة أستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي.